من علامات الساعة تداعي الأمم على المسلمين، تداعي الأمم أمم أهل الأرض من الكفار يتداعون على المسلمين، يجتمعون على قتال المسلمين، هذا من علامات الساعة. والمسلمون في ذاك في هذا الوقت ضعفاء بسبب انشغالهم بالدنيا، نعم، مع كثرتهم ضعفاء، لأن الكثرة لا تكفي إلا مع الإيمان، كثرة مع الإيمان، أما الكثرة بدون إيمان فإنها تكون قليلة، نعم. قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. المسلمين يعني، نعم. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. كان العدو يهاب المسلمين، ثم في آخر الزمان العكس، تنزع المهابة، مهابة الكفار من المسلمين، تنزع من المسلمين، فيصير الذي يهاب هم المسلمون، يهابون الكفار، بدل أن كان الكفار يهابون المسلمين انعكست، صار الكفار، صار المسلمون يهابون الكفار لضعف الإيمان، ذلك لضعف الإيمان عندهم، نعم. هذا من علامات الساعة، تخاذل المسلمين، انقسام المسلمين، دخول المذاهب الضالة على المسلمين، تفرق المسلمين إلى فرق مختلفة، كل هذا يضعف المسلمين، نعم. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال في قلوب قائل المسلمين يعني، نعم. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو السبب، إذا أحب المسلمون الدنيا وكرهوا الموت في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، عند ذلك يحدث هذا الذل الذي يضعه الله فيهم، نعم.